السلام عليكم. الفيديو ده شرح مادة السولار انرجي. الفيديو ده مش هيبقى مفيد قوي يعني ليك لو انت مذاكر كويس، ويبقى يعني ممكن يفيد الناس اللي ايه مش لسه مبدأتش يعني وكده، فيعني زقة كده يعني نبتدي ان شاء الله. اول حاجة نتكلم عليها الهدف من الكورس ده كله، يعني المسائل ممكن تيجي ازاي في رينج قد في رينج ايه. يعني الهدف من الكورس إن نصمم كوليكتور، نصمم مجمع لأشعة الشمس. عشان نصمم مجمع لازم تعرف زاوية سقوط الشمس عليه، الزاوية بتاعة الشعاع الشمس اللي هيقع عليه، لازم تعرف قيمة الإشعاع اللي هتقع عليه كمقدار، وقلنا الزاوية يعني كده تعرف مقدار واتجاه، زائد إن أنت تعرف الـ efficiency بتاعته، efficiency بتاعة المجمع او الكوليكتور. بحسابات بقى ايه يعني تعتبر معقدة شوية، ولكن الميزة في السولار ان انت القوانين هتبقى جيفن، محتاج تبقى مركز وعارف كل معطى بيرمز ليه. تمام، فكده اللي احنا هنمشي الخطوات اللي هنمشي بيها، او هنمشي نقرا السلايدز كده نوضح الحاجات اللي فيها وازاي تحب تثبت عليها كويس، بحيث ان ايه تخش تعوض او تحل مسألتين كده قبل الامتحان ايه تبقى الموضوع ملموم معاك. الخطوات اول حاجة الزوايا، تاني حاجة مقدار الاشعاع ازاي نحسبه، تالت حاجة الافيشنسي بتاعت الكوليكتور، وازاي تحسب درجة حرارة المياه اللي طالعة ودرجة حرارة المياه اللي داخلة والهيت ريموفال فاكتور كده. يا رب الفيديو ما يكونش طويل، بس نبتدي بقى. احب نذكر ان الميدتيرم التعويضي هيبقى مع الفاينل، هيبقى مع الفاينل، دكتور قال هيبقى مع الفاينل، بحيث ان اللي مش هيحضر فاينل مش هيحضر الميدتيرم التعويضي، وكده يبقى ايه الصلاة على النبي شال المادة عليه الصلاة والسلام. نبتدي كده في السلايد. هتلاقي اول سؤال خدناه اصلا، خدنا الكورس ده ممكن يجي نظري يعني في الامتحان، ايه الفرق بين دايلوت وانترميتنت. السولار انرجي يعني الطاقة الشمسية عامة مخففة ومتقطعة، دايلوت يعني مخففة ومتقطعة، انترميتنت مخففة ليه؟ لان ببساطة بتحتاج مساحة كبيرة جدا عشان تولد طاقة موجودة مثلا في لتر بنزين. لتر بنزين فيه في كمية الطاقة كام كيلو جول موجود فيه، محتاج بقى مساحة. مثلا شوف حجمه هيتحط مثلا في جيركن يعني مثلا كده كام لتر، جيركن لتر كده يعني حاجة كده تمسك في الايد، لما المساحة اللي انت تستهلكها عشان تطلع كمية الطاقة دي بتحتاج مساحة كبيرة، بس انا مش عارفها دلوقتي طبعا عشان دي بالحسابات وكده، ولكن مساحة كبيرة جدا. فدايليوت يعني بتحتاج مساحة كبيرة ومحتاج كوست عالية وإفشنسي عالية من الطرق التانية في توليد الطاقة زي الفوسيل فيول، نيوكلر باور بلانتس كده يعني. انترميتنت يعني متقطعة، يعني ممكن يجي مثلا سحابة تقف قدام الشمس تقطع شعاع الشمس، مع كده مصدر الطاقة بتاعك اللي انت معتمد عليه راح، فبالتالي يعني مش ثابتة طول السنة، متقطعة مش ثابتة طول الوقت، مش ثابتة طول السنة. ازاي تتغلب على دايليوت وانترميتنت برضو تيجي في النظري. ممكن تتغلب على انترميتنت بانك تخزن الطاقه مثلا في بطاريات، او تشغل طرمبات ترفع ميه في مكان عالي، ولما تحتاج تاخد الطاقه تاني تنزل الميه، تشغل تيرباينز تولدها الكهرباء تاني. دي كده ممكن تتغلب على انترميتنت. دايليوت يعني ممكن تتغلب عليها بإنك تركز أشعة الشمس، وده بيبقى في الكوليكتورز الكونسنتريتد، بتبقى مساحة كبيرة برضو من الأرض، ولكن بتركز الطاقة كلها في مثلا في تانك ولا حاجة كده، ولا بويل يعني حاجة زي تانك كده، بس بيبقى معدن بياخد أشعة الشمس يوصل درجة حرارة عالية
بيستعمل برضه في توليد طاقة، في انت تعمل زي رانكين سايكل كده بس بسيطة، يعني متوصلش 65 كده. فانت كده تتغلب على دايليوت وتتغلب على انترميتنت، ممكن تيجي في الفاير. خش بقى في السولار انجلز، لازم تركز اول حاجة في التعريفات، لازم تركز في الاسماء والرموز، في التعريفات والاسماء والرموز والقوانين. طبعا القوانين يعني انت ممكن تحفظها وممكن لا، بس يعني يستحسن تبقى ايه حافظها. ليه؟ لان انت هتخش تحل بسرعة. حلو. لاتيتيود، 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 لازم تركز في الاسم كويس جدا، عشان هيجي بعديها واحدة مثلا اسمها altitude. اهي altitude، altitude غير latitude، ماشي؟ يعني نبتدي باللاتيتيود. لاتيتيود يعني ايه؟ يعني الزاوية ما بين موقعك على سطح الأرض و مركز الشمس. ترسم خط كده ما بين موقعك على سطح الأرض، مركز الأرض قصدي، موقعك على سطح الأرض، مركز الأرض، والإكواتور بلين يعني مستوى خط الاستواء أو مستوى الاستواء. حلو. نرسمها، نرسمها، آدي الأرض أهي. ادي الارض اهي، ادي الاكواتور. حلو. ده الاكواتور المفروض لو انت واقف هنا مثلا، ده مركز الارض. ادي ادي الخط اللي ما بينك وبين مركز الارض، وادي مستوى الاكواتور. طب تاخد الزاويه فين؟ تاخد الزاويه طبعا على ايه؟ على البروجيكشن بتاع الخط ده، هتبقى دي الزاويه اللاتيتيود، اللاتيتيود فاي. تمام. حلو. الزاويه اللي بعديها هو بيقول لك ايه؟ نورث لوكيشن، نورث يعني الشمال، لازم تبقى برضه عارف الاتجاهات كويس. نورث يعني الشمال، بتبقى بوزيتيف، والساوث نيجاتيف، يعني انت كل ما تطلع فوق نص الكرة اللي فوق بوزيتيف، نص الكرة اللي تحت نيجاتيف. حلو. حاجة مهمة لكايرو لازم تبقى حافظها، فاي بتساوي 30. حلو. دي حفظ، الدكتور مش هيديها لك، لو قال لك كايرو خلاص تبقى انت عارف ان فاي ب 30. حلو. دي اللاتيتيود. ديكلينيشن، ديكلينيشن انجل اللي هي الدلتا، الزاوية بتاعت الزاوية نتيجة تغير محور دوران الأرض، ميلان محور دوران الأرض على الرأسي، لأن احنا عارفين ان محور دوران الأرض هو ده مثلا بيتغير مع الفصول. يعني انت الأدل الرأس اهو مثلا كده، او ده مش رأسي خالص، بس كده الفيديو هيطول. ماشي. لو انت عندك الارض وعندك ادي الرأسي وعندك ادي ادي المحور دوران الارض، يعني الارض بتلف كده. حلو. عندك الزاوية ما بين المحور دوران الارض والرأسي هي دي الدلتا، بس طبعا انت واقف في الفضاء فمش عارف يعني ايه رأسي. يعني انت واقف على الارض فعارف يعني ايه رأسي، لكن واقف في الفضاء الشاسع ده مش عارف يعني ايه رأسي. فبالتالي بتتعرف ازاي؟ تعرف خط مركز الشمس لمركز الارض، خط الوصل من مركز الارض لمركز الشمس، و ميلان مستوى خط مستوى الاستواء على الخط المايل من مركز الشمس لمركز الارض. تمام. هي هي لو انت خدت الزاوية دي، هي هي نفس الزاوية دي بس كده. دي الديكلينيشن انجل. اكتر قيمة ليها 23 و45%، اقل قيمة ليها 23، سالب 23 و45%، يعني الاكواتور بينزل ويطلع ما بين الخط الوصل ما بين المركزين. ده حافظ القانون ده كويس. اهم حاجة عندك الرقم ده، يعني لو نسيت 384 ده خلاص الزاوية راحت منك، لازم تبقى حافظها. ان دي هو اليوم بالنسبة لأول يوم في السنة، يعني اليوم ده مثلا لو انت عندك 20 فبراير، 20 فبراير اليوم ده ان بتاعه بكام؟ ان بتاعه بيساوي 31 يوم بتوع يناير زائد 20 يوم بتوع فبراير. حلو. طب لو 20 مارس، يبقى 31 يوم بتوع يناير
زائد ال 28 يوم بتوع فبراير، حلو، أو 29، أنا مش هتفرق جامد، زائد ال 20 يوم بتوع مارس. يعني أنت بتاخد من أول يوم واحد في السنة، تقعد بقى تجمع عدد الأيام لحد اليوم اللي أنت واقف فيه في الشهر. لازم تبقى عارف كل شهر إيه بيبقى عنده كام يوم بالظبط. طبعا مش ممكن تقدر تحفظه، ممكن تجيبهم بالتقريب كده، بس الدكتور كده كده هيجيب جدول ليهم في الايه، في اسمه ايه ده، في الايكويشن شيت، في الفورمولا شيت اللي هيجيبها في الامتحان. اور انجل، الزاوية ما بين، لازم تحفظ التعريف ده كويس، الزاوية ما بين الموقعك على الارض والمستوى بتاع الظهر اللي هو النون. يعني ايه المستوى بتاع الظهر؟ يعني انت لو انت شايف الارض كده، تعالى نخش في حتة كده نرسم فيها تكون حلوة. لو انت شايف الارض كده من فوق، حلو، ادي الارض من فوق وادي الشمس. نفترض ان دي الشمس اهي، الشمس هتنور الارض كده، ده مركز الارض، فبالتالي الحتة اللي واقفة قدام الشمس دي بالظبط هي دي الظهيرة، هو ده الظهر. يعني ايه؟ يعني الشمس عمودية على الارض، شعاع الشمس عمودي على الارض. طب لو انت واقف هنا، هنا يعني تقدر تقيس الاوميجا. انا واقف عند الظهر، يعني اوميجا عند النون بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. حلو، انت اصلا كده كده الشمس عمودية عليك، فما الاور بتاعتك ب 12، فمعناها ان الاوميجا بتاعتك بصفر. حلو كده. لو انت واقف في حتة قبل الظهر، يعني الظهر لسه ما جاش عليك، لسه الشمس مش متعامدة عندك، الاوميجا بتاعتك هتبقى اقل. الاوميجا بتاعتك هتبقى بالايه؟ تعال نشوف كده عشان انا ايه اتلخبطت اهو. الاوميجا بتاعتك هتبقى بالسالب، لو بعد الظهر الاوميجا بتاعتك هتبقى بالموجب. تمام، تعالى كده نرجع تاني. يبقى انت لو قبل الظهر الاوميجا بتاعتك بالسالب، لان الارض بتلف، لو افترض بقى اتجاه طور الارض كده، الارض هتلف كده، انت قبل الظهر اهو، قبل الظهر لسه الأرض هتيجي على الظهر، لسه موقعك هتيجي على الظهر، فأنت كده إيه؟ الأوميجا بتاعتك بالسالب. مجرد ما جيت على الظهر بقت بصفر، طلعت بره الظهر بقت إيه؟ بقت موجب. حلو. ليها معادلة برضو، احفظها كده، 15 درجة في الوقت بتاعك ناقص 12 ناقص الظهر، بتقارن موقعك بالنسبة للظهر. حلوة. نخش السولار أنجل، نخش قصدي الزينس أنجل. زينيث انجل، لازم تركز في الاسم كويس عشان ايه متلخبطش. زينيث انجل، استزد، الزاوية ما بين شعاع الشمس، شعاع الشمس والعمودي على سطح الارض، والعمودي عامة، يعني هو العمودي عامة اللي هو العمودي على سطح الارض. لو عندك سطح الارض كده اهو، حلو، وطالع منه عمودي، يبقى وفي شعاع شمس جاي كده، يبقى الزاوية دي هي ايه؟ هي استزد. حلو. بس احنا دلوقتي ما نقدرش نحكم على اي كوليكتور كده، فبالتالي سيتا زد دي خطوة هنجيبها عشان نجيب الكوليكتور، عشان نجيب السيتا بتاعة الكوليكتور. سيتا زد، اي سيتا زد بتتعرف ازاي؟ الزاوية ما بين الفيرتيكال لاين، الفيرتيكال واللاين بتاع الشمس اهو، ممكن تبقى اسمها الانسيدنس انجل بتاعة اللاين بتاعت الشمس على سطح أفقي. أي incidence angle بتبقى الزاوية ما بين العمودي على السطح وشعاع الشمس. تمام، دي الستة ست. تجمع تطرحها 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 الستة ست من 90 تديك الألفايس. تمام، هاد الألفايس اللي هي altitude. altitude التيتيود غير لاتيتيود، لو لخبطت ما بينهم كده انت في السلامة. حلو. التيتيود انجل هي مكملة للثيتا زد، ملهاش أهمية قوي، هي ممكن تسهل عليك الحسابات يعني وكده. بتساوي 90 ماينس ثيتا زد. المعادلة بقى دي اللي مهمة جدا، مهمة جدا. كوساين ثيتا زد بتساوي كوساين 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 زائد ساين 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 كوساين كوساين زائد ساين ساين. الزوايا اللي انت جبتهم من فوق دول بيبقوا جيفن. المفروض ليه جيفن؟ ليه؟ لان ده بيديك منطقة، او بيديها لك صريحة كده رقم. الديكلينيشن انجل
بيديها لك عن طريق التاريخ، يعني بيديك تاريخ كذا كذا، مثلا مارس كذا، ابريل كذا، فانت بتجيب الان تعوض تجيب الديكلينيشن، معاك الاوميجا عشان معاك الساعة، فانت كده جبت ايه كوساين زيتا زد، تجيب كوساين ماينس وان للرقم ده، القيمة اللي هتطلع لك هنا دي، تجيب ايه سيتا زد. حلو، جبت سيتا زد، عايزين نجيب حاجة اسمها جاما اس، جاما اس اللي هي ازموث انجل، ازموث انجل تمام. الازموث انجل دي الزاوية ما بين projection of sine beam و ال projection بتاع ال sine beam اللي هو فين، اللي هو ده، و south اللي هو الجنوب. حلو، projection بتاع ال sine beam وال south، sine beam وال south تمام. negative لما تروح الشرق، يعني ادي الشرق اهو، ادي الجنوب وادي الشرق. لو انت عندك الجاما اس دي بقت في الشرق، بقت ناحية الشرق، يبقى هي ايه ومايلة، مايلة على الساوث وهي ناحية الشرق، هتبقى اسمه ايه ده نيجاتيف. لو هي ناحية الويست اللي هو الغرب، هتبقى بوزيتيف. يعني هي في الحالة دي، في الصورة اللي قدام دي، هي ايه، هي بوزيتيف. احنا ملناش دعوة، احنا مش هنجيب ال... مش هنجيب ال... 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 اسمه ايه ده المقدار بتاعها، احنا مش هنجيب المقدار بتاعها، مش هنجيب قصدي الساين بتاعتها، احنا هنعوض في المعادلة على طول، هنعوض في المعادلة دي على طول، اللي هي الجاما اس بتساوي نجيب الساين بتاعة الاوميجا اللي احنا لسه حاسبينها. حلو، ونجيب المقدار، المقدار بتاع الكوساين ماينس وان ده. ماشي، يبقى انت محتاج اشارة الاوميجا، يعني انت قبل ولا بعد النون، قبل ولا بعد الظهر، والمقدار بتاع كوساين، بتاع كوساين ماينس وان الايه الكسر ده. حلو، ممكن تحفظ الكسر ده، ساين 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 على كوزاين كوزاين، بس هنا هتعوض هنا بساين الفا اس. حلو، تحفظه كده سهل يعني، مش او تكرره مع نفسك شوية. ودي كوساين الفا اس، يعني هتخش هنا بالفا اس بدل سيتا زد، وتبقى الدخل اسهل يعني. او ممكن يجيبها في الايكويشن شيت بتاعة الامتحان، قانون تاني لو عوضت فيه برضو هيجيب لك الايه، هيجيب لك نفس النتيجة تقريبا، بس يستحسن تبقى حافظ يعني، وتخش تنجز نفسك. نيجي بقى لحاجة مهمة، دي لينث. هو الدي لينث امتى، يعني ايه، يعني ايه دي لينث، يعني لو عندك ادي الارض اهي، لو عندك ادي الارض اهي، وادي الشمس بعيدة شوية عشان كده صغيرة، مش هي منورة المفروض نص الكرة ده، ممكن او ممكن لا، بس يعني احنا مش عارفين اوي تمام. يبقى هي منورة جزء احنا مش عارفينه، ممكن عشان كده تلاقي الفجر اسمه ايه ده، بتلاقي الفجر مثلا الساعة 5، الساعة مش الساعة 6 بالظبط، او لو الساعة 6 هيبقى ايه، هيبقى نص الكورة صح، لكن هو ممكن يبقى 5 6 كده يعني، فبتختلف. فاحنا عايزين نحسبها بالظبط، ممكن تسكيب الحتة اللي فاتت دي عشان ايه، ممكن متبقاش صحيحة اوي. المهم اللي جاي ده بقى هو الايه، محتاج تركيز، ان ده اثبات كوساين سيتا زد هتساوي صفر. ليه بقى لما تيجي تحسب الدي لينت كوساين سيتا زد بتساوي صفر؟ ليه؟ لان السيتا زد اهي، لما يبقى الدي بتاعك، لما يبقى الدي بتاعك لسه بادئ، لسه اليوم بادئ، بالتالي السيتا زد هتبقى ايه، بصفر، لان الشمس عمودية على السطح تمام. فهو ده معنى الاثبات، يعني ده معنى الكوساين سيتا زد. المهم يعني هو الدكتور عملها كده، حلو، فما فيش مجال، وبكرة الامتحان اصلا.